عارفين عايزه اكلمكم عن ايه؟ عايزه اكلمكم عن العاميه المصريه. العاميه المصريه دي مهمه جدا، لانه العاميه المصريه هي حاجه مختلفه تماما بالنسبه للهجتنا حتى عن دولنا العربيه، احنا مميزين بيها. والعاميه المصريه انتشرت بشكل كبير جدا من الدراما، من الاعلام، من المسلسلات، من الاعلانات، فهتلاقي كتير من الإخوة العرب اللي موجودين في الدول العربية بيتكلموا أحياناً بلهجتنا العامية المصرية، وأحياناً يقول لك في بعض الدول العربية لأنه اللهجة عندهم قوية، لأنه الاستعمار دخل عليها، فبقى عندهم صعوبة شديدة، فلما يجي يعبر يقول لك طب أنا هعبر بالمصري. فإذا العامية المصرية دي كل ما حافظنا عليها برقيها وجمالها كل ما بقت هي كمان هي مهمة جدا زي لغتنا العربية الفصحى. تعالوا نشوف كده الموضوع ده بيقول إيه. أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة عددا من الكلمات مؤخرا والتي يجري تداولها باعتبارها كلمات عامية، وهي إيه بقى؟ كلمتي، يعني كلمتين، بطاقة تموينية والبسطاء. على فكرة في ناس تسمع تقولك طب هما دول مش لغة عربية، بالإضافة إلى البقرة الحلوب، وده في إطار جهود المجمع يقربوا تقريب بين الفصحى والعامية. والإجازة دي دفعتنا إحنا بقى هنا في التاسعة لسؤال مهم جدا، هي إيه شروط إجازة كلمة أو مصطلح من مجمع اللغة العربية؟ خلينا نعرف مزيد من المعلومات ونشوف إيه الحكاية وإزاي ممكن تبقى يعني كلمة بالعامية ويتم الإجازة بأنها تبقى موجودة، ولكن ده من خلال إجازتها فتبقى وكأنها بشكل رسمي بقت موجودة. خليني أمسي على دكتورنا دكتور محمد العبد، أستاذ اللغويات بكلية الألسن جامعة عين شمس وعضو مجمع اللغة العربية. مساء الخير يا دكتور، وكلية الألسن طبعا على العين والراس، أنا خريجة ألسن أصلا. أنا أستاذ شفك طبعا أعرف. طبعا اهلا بحضرتك يا دكتور. طيب عايزين نعرف يعني يمكن الناس لما تسمع الثلاث كلمات دي او الكلمتين اللي هي بطاقه تموينيه والبسطاء او البقره الحلوب يتصوروا ان هم اصلا لغه عربيه. اشكرك اولا ان وصفت العاميه المصريه بصفتين مهمتين، الرقي والجمال. صحيح، بالفعل اللغة العامية المصرية قريبة جدا جدا من اللغة العربية الفصيحة، والعاميات العربية بصفة عامة ليست بعيدة كثيرا عن اللغة العربية الفصحى. تمام. اللغة العربية أيضا يعني تتميز بأنها لغة مرنة. صحيح. ويعني الاستعمال اليومي للغة العربية وسيلة من وسائل تطوير هذه اللغة. الأمثلة التي ذكرتها حضرتك الآن، بطاقة تموينية أو كلمة البسطاء أو تعبير البقرة الحلوب، هذه الألفاظ والتعابير جميعا أصدرت لجنة الألفاظ والأساليب، وهي من اللجان المعروفة في مجمع اللغة العربية بالقاهرة. تعلمين طبعا كم يبذل أعضاء مجمع اللغة العربية وخبراؤه جهودا يعني مضنية لحماية اللغة العربية وتطويرها وجعل هذه اللغة مواكبة للعصر. أقول هذه الألفاظ والتعابير جميعا أصدرتها هذه اللجنة، لجنة الألفاظ والأساليب. تمام. لو قلنا ما المعايير التي يعني يحتكم إليها في يعني مشروعية استعمال هذه الألفاظ وهذه الأساليب، المعايير ببساطة أن تكون الكلمة ذات أصل لغوي عربي، وببساطة تكون هذه الكلمة قد سجلت في المعاجم العربية القديمة. طب يعني ده أول شرط يا دكتور أنها تكون من أصل عربي. بالضبط، هذا هو الشرط الأول الذي نعتمد عليه حينما نرد أي لفظ يعني في اللغة العامية إلى أصله الفصيح، أن يكون هذا اللفظ الجذر بتاعه موجود في معجم من المعاجم العربية القديمة. تمام. المعيار الآخر أن نلاحظ يعني صلة أو علاقة بين المعنى القديم لهذا اللفظ، المعنى القديم الذي عرف به هذا اللفظ في المعاجم القديمة، والمعنى الذي يستخدم به هذا اللفظ الآن، يعني يجب أن تكون هناك علاقة حتى لو كانت علاقة يعني غير مباشرة.
تمام. المعياران المذكوران الآن من أهم المعايير التي تعتمد عليهم اللجنة في إجازة في لفظ أو في إجازة تعبير، ويعني تكسب هذا اللفظ أو هذا التعبير هذه المشروعية اللغوية التي أتحدث عنها. تمام. بالنسبة للأمثلة التي ذكرتها حضرتك الآن، يعني هي كلها سواء كانت ألفاظ أو تراكيب تتمتع بأنها يعني ألفاظ، بأن ألفاظها يعني جميعاً فصيحة. صحيح. يعني كلمة بطاقة مذكورة، كلمة تموين مذكورة، كلمة البسطاء جمع بسيط مذكورة. صحيح. كلمة مثلا أو عبارة البقرة الحلوب بلفظيها، كلمة البقرة أو كلمة الحلوب، هذه الألفاظ وهذه التعبير جميعا ألفاظها فصيحة ومسجلة في المعاجم العربية القديمة والجديدة. ما الذي حدث إذن، وما الذي يعني لفت نظر لجنة الألفاظ والأساليب؟ تمام. الذي لفت نظر هذه اللجنة أن كلمة بطاقة مسجلة في المعاجم القديمة وحدها، وكلمة تموين مسجلة في هذه المعاجم في مكانها يعني بحسب الترتيب الأبجدي وحدها، وكلمة البسطاء سجلت في الجذر المعروف باء سين طاء، وكذلك الحال بالنسبة لكلمة بقرة أو كلمة حلوب. لكن الذي حدث هو أن هذه المعاجم العربية القديمة والمعاجم العربية الحديثة أيضا لم تسجل هذا التركيب اللي هو بطاقة تموينية. بالمناسبة كلمة بطاقة لا يقتصر استعمالها على هذا التركيب بطاقة تموينية، تعرفين أننا نستخدم كلمة بطاقة طبعا نستخدمها بشكل واسع. يعني هناك البطاقة الذكية، بطاقة معايدة. صحيح. فإذا يعني هي مجازة، لأن خلاص تم إجازة كلمة بطاقة. هي هذا التركيب بلفظيه تركيب فصيح، لأن اللفظين يعني لفظان فصيحان ومسجلان في المعاجم القديمة. لكن أكيد. الجديد هو هذه التركيبة، أن لفظا وضع بجانب لفظ آخر، فصار هذا التركيب الوصفي يدل على الوثيقة الرسمية التي تصدر من وزارة التموين، وهي طبعا وثيقة معروفة لكل المشاهدين. أكيد. الحقيقة تفضل. نعم. تفضل. بالنسبة لكلمة البسطاء، طبعا هي تستخدم عادة بصيغة الجمع، نقول البسطاء، برضو البسطاء جمع بسيط، كلمة بسيط مسجلة في المعاجم القديمة والحديثة، لكن البسيط مسجلة يعني معنى الهين السهل، مظبوط، أو بمعنى الخالي من التعقيد. أيوة. أو بمعنى شيء بسيط. الخالي من التكلف والتصنع. الجديد بالنسبة لهذا اللفظ ليس في اللفظ ولا في بنية اللفظ، لكن في دلالته الجديدة التي اكتسبها هذا اللفظ بحكم استعماله اليومي، فصرنا نستخدم الآن كلمة البسطاء. أيوة. ونعني به يعني فئة من فئات المجتمع، تعلمين طبعا أن فئات المجتمع ليست صحيح يعني وكلنا على فكرة يا دكتور بنستخدم، حتى احنا في الإعلام، لأنه الإعلام كمان نعم. بيستعمل اللغة زي ما بنقول اللي احنا بنسميها التالتة، اللي هي ما بين العامية والفصحى. فاحنا عموما في خطابنا الإعلامي كثيرا ما نستخدم، نقول ايه، الناس البسطاء، البسطاء الحال، بسطاء يعني اللي هو هي نسبة إلى الحال نفسه، انه حالهم بسيط صحيح. أو على صحيح. الأد زي ما بيقول. المقصود بالفعل، نعم، المقصود بالفعل كما تقولين الآن يعني شريحة اجتماعية يعني مزبوط. من أصحاب المستويات المعيشية والمعرفية الأقل يعني. مظبوط. وطبعا كلمة البسطاء يعني من الألفاظ التي يمكن أن نستدل بها على ظاهرة لغوية معروفة في علم اللغة الاجتماعي اسمها ظاهرة التلطف. أيوه. التلطف بمعنى إن إحنا لا نستخدم اللفظ المباشر. أيوة. للدلالة على المعنى، يعني ما نقولش الفقراء أو ما نقولش غير القادرين، لأنها ألفاظ مباشرة. أيوة. فممكن نستخدم البسطاء، أهلنا البسطاء. نستخدم البسطاء على سبيل، نقول كده إيه، على سبيل التلطف يعني، حتى يعني لا يكون صحيح. المعنى معنى حادا ومباشرا. وإحنا أساسا المصريين أساسا لغتنا لطيفة وبنحب التلطف أصلا يعني. فأنا بتمنى والله يا دكتور أنه يكون مرة كده تشرفنا ونتكلم عن حاجات كثيرة جدا في اللغة، ونروح ونيجي فيها ونفهم الناس، لأنه عاميتنا الراقية مهم أنها تفضل دايما موجودة. أنا بشكرك جدا دكتور محمد العبد، أستاذ اللغويات بكلية الألسن جامعة عين شمس، عضو مجمع اللغة العربية.